السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ مزيان، صحة لاباس؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير ان شاء الله باذن الله. لاول مره غادي تدخل يشوف مطبخ سميه الزوبي، نقول له مرحبا والف مرحبا. ما ننساش يتابونا معي باش يبقى يجيه كل جديد ان شاء الله. دعمونا خوتي، نزيد القدام ان شاء الله باذن الله. واللي معايا نقول الله يجازيه بالخير، الله يكثر خيره. كتفرحوني بالكومونتيرات، الله يجازيكم بالخير اخوتي. المهم اخوتي، هذا النهار غادي ندير معكم تحليه، شكون كتجي تبارك الله زوينه اخوتي، تستحق التجربه ان شاء الله. بنصف لتر حليب فقط، اعطي مهم كميه هكا ان شاء الله يا ربي. وانا درتها في الكويسينه هكا ديال الورده، يجي زوينين. المهم التزيين يبقى على حساب الذوق، كل واحد كيفاش يبغي يزين ان شاء الله يا ربي. المهم اخوتي عتبع معايا الطريقه بدقه بدقه ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. غادي ندوق معكم شوف كيف جا. انا نقطع معكم اخوتي شوف كيف جا كريمي، يجي زوين بصحته وراحته اللي جربوا. يلا اخوتي مع المقادير وطريقة التحضير، يلا اخوتي بسم الله الرحمن الرحيم. المهم اخوتي المقادير شنو عندنا؟ عندنا شاصيه ديال الكاكاو، وجوج ديال الفاني، وهنا النشا عندي جوج معالق معمرين، خصي تعمرو ولا ثلاثة اللي يعجبكم. المهم اخوتي وعندي الشوكولاط ابيض، عندي هنا ستة اللي بغى يزيد اضعف يزيد حسن المذاق، ونصف لتر ديال الحليب وسنيدة، هادشي اللي فيها ان شاء الله. المهم كيف العادة غادي ندير النشا ان شاء الله، نحطيه الاولى وندير سنيدة، المعلقة الاولى الثانية وهادي الثالثة. راه كتجي الحلاوة هي هادي، اللي بغا يزيد واحد شوية يزيد، وبالنسبة للي مرة غادي السكر ينقص واحد شوية. صافي اخوتي نزيد الفاني ديالي، هذا نزيدها هما الاولين كتعرفوا، خص حتى ندمجوا العناصر ان شاء الله. صافي اخوتي نخلط هكا واحد شويه صافي، وغادي كيبقى شويه د الماء د الحليب، كيبغي روح شويه الحليب هكا، ما كيبوش كله كاد عارفو، لان خاف ديك النشا بعض المرات يبقى دير ديك التكتلات. من الاحسن بالنسبه لهذا الشيء اللي ما يعرفش، هاد المبتدئين ما اللي يعرف راه عارف هكا هيبقى له. المهم نحاولوا اخوتي تنخلطوه، ما نحطوش على البوطه نهائيا، هادشي كيبان هذيك البلاصه هذه خصها ضروري تندمج، لان الا بقى تحطوا على البوطه راهي تحرق لكم، ويجي نسبه الحرق في التحليه ما عندها حتى مذاق، ديك الساعه تجي مذاق الحرق حاجه خايب. المهم ما تزيدوا الحليب كميه الحليب ان شاء الله، حتى ندمجوا ديك العناصر كلها، لان التصق في القاع. خلطوه مزيان صافي اخوتي، ونزيد الحليب نص لتر الحليب ديالي كله، الحليب خلاص عادي الثلاجه ما باردش يعني ما مشوك ما حتى حاجه هكا، مازال خضر. صافي نحطو اخوتي على البوطه، صافي اخوتي نحطو على البوطه مع التحريك مستمر. المهم باش ما يلصقش كتعرفوا اللصق، صافي يجي مذاق خايب. وعلى حساب النوع ديال الكاسرون اللي دايرين فيه، بعض الكاسرون دغيا تحرق، بعض الكاسرون لا تكون مزوينه ما تحرقش بالصراحه الله. المهم هبقى ندمجو مزيان هكا، تنبقى نشوفوه بدا طلع فيه الغلوه، يعني بدا يتشوك حاشك ديال الحليب. صافي اخوتي شويه وغادي نرجع معكم. صافي اخوتي هو شتي بدا دابا بدا يطلع، صافي هاد اللحظه هادي ما نحيدش الدهن نهائيا،
خاصها ضروري تبقى تحرك مزيان، دابا واحد الوقيته هو بدا يتجمع يتماسك اخوتي اللحظه صافي سرعوا الفوي ما بقاش غير بشويه باش ما يلصق لكمش. صافي اخوتي بدات ديرها الفقاعات صافي تعرفوا راها صافي اندمج. دابا غادي نزيد هذيك الشوكولاط صافي وندوب غير واحد شويه وغادي نطفي البوطه باش يدوب لي ديك الحراره ديال صافي اخوتي في اللحظه راني طفيت صافي صافي غنخرك مزيان باش يدخل لي ديك الشوكولاته صافي اخوتي وغادي نحيدو صافي هذا هو القوام بارك عليه. صافي اخوتي جبت واحد جوج ديال الزلايف ديال الحريره المهم زلايف وصافي كما كانوا باش نقسم الكميه نحاول نقسمها تجي قد قد ان شاء الله ندير شويه هنا وشويه هنا بتجي قد قد متساويه. فاللحظه اخوتي خص تكون سريعين يعني هتعرفوا راه تحليا دغيا تتماسك. صافي اخوتي راه المهم انا حاولت قسمتو نيشان جا قد قد. فاللحظه اخوتي غادي نزيد هاد الشخصيه بالنسبه اخوتي اللي بغى يدير الشوكولات كحال هو يتمسك حسن الصراحه الله حتى هذا تماسك ولكن ديال الشوكولات يجي حسن يتماسك كثار. هذا ديال البيض يتماسك كثر ديال هذا ديال الشوكولات ولا كان الشوكولاتات ديال المربعات كيف درت ليا الابيض هذاك حسن. صافي اخوتي نحاول ما بقى نحرك هكا بشويه بشويه كنحاول ندخل مزيان ندمج المهم انا ما وما يبان لك بحال يتكبب ولكن خصو الخاطر واحد شويه. صافي المهم انا سرعت التليفون باش المقطع باش ما يجيش طويل. المهم بقى تخلطو تخلطو اخوتي حتى يدوب ديك الشوكولاط. صافي انا جبت هذا المول هذا اللي بغى يدير في كيسان يدير اللي عنده الشكيل محسن يدير انا هذا ديال الفلو هذا بحال شكل دوريضه. صافي اخوتي انهز معلقه من هنا ومن هنا وكيف في نفس الوقت بالنسبه لي انا ما نعرفش نهز بالشمال المهم جاني صعيب باش نبقى نخوي هكا وهكا اللي ما يعرفش يخوي بالشمال بحالي يشوف شي واحد يخوي بدقه واحده شي بنته ولا راجلو ولا ولدو ولا المهم انا الشمال ما نتحكمش فيه الا كان مكتوب بحالي انهز ديال الشوكولا اكثر من ديال الحليب الابيض واضطريت بقينا نهز معلقه غير شويه فيها ديال كحل الشوكولات ونحط هذا البيض باش يجيني هو هذاك باش جا قد قد ان شاء الله. صافي اخوتي ونستمروا على هذا القياس. المهم انا هذا نسيترو اي دير لي 3-4 ديال الطويسات هكا اربعه بالنسبه للكيسان حتى هما اللي كانوا ما كبارش يديروا اربعه واللي عنده كبير ما يدير يدير له تحليه جوج ولا ثلاثه لان نسيترو هادشي اللي فيه كتعرفوا راه كيس العنبه ويكون فيه يكون نسيترو فيه ثلاثه كيسان داك معمرين. صافي اخوتي ونحاولوا هذاك ندقوا في الارض باش لي كان شي فراغ ديال الهواء يخرج ما يبقاش الفرق بين التحليه. صافي مستمر هكا بهذه الطريقه تنسالي ان شاء الله. المهم هذا تعمر لي غادي نزيد نحاول نزيد ليه نزيد في الاخرين لان ما معمرش بزاف واخا نزيد واحد الكاس بحال هذا ما يتعمرش. صافي نزيد هنا وهنا صافي اللحظه اخوتي راه الساعه دغيا يتماسك لان برد ما نحاول نزرب دغيا باش ما يجمدش لان الا جمد ما يجيش الشكل ديالو زوين. خاد عياد مشي زعما دقو وتسيبو والو. المهم صافي المهم ضروري اخوتي مع سطح العمل دقو هكا مزيان ضروري باش تحيد ديك الهواء اللي فيه باش ما يبقاش الفراغات ان شاء الله يا ربي. صافي نكمل الكميه ان شاء الله يا ربي
غنحاول نحيد داكشي ما يبقاش ان شاء الله. صافي اخوتي، وهاد التحليه ديالنا واجده ان شاء الله. دابا غادي نحطو في الثلاجه، واللي مزروب نحطو في الكونجيلاتور ان شاء الله، يعطيوه حقه يبرد ان شاء الله يا ربي. صافي اخوتي، دابا نحاول ندقو هكا مزيان مع سطح العمل، وعدخلوه الثلاجه ان شاء الله يا ربي. غادي يبرد ونسعى نوريكم ان شاء الله يا ربي. هانتوما معايا اخوتي. صافي اخوتي، بعد ما رجعنا بصراحه الله، انا لان صيبت تقريبا المغرب ما تمسش ما شدش راسو مزيان، رجعت حطته في الكونجيلاتور غير شويه وخرجته. راه ملي تدير في الكونجيلاتور ما يبغيش يعاوتاني سميتو يهود. المهم نحاول نحيد هكا الجنيبات هكا من هنا ومن هنا، بحال انفس واحد شويه. صافي وخليه واحد شويه. صافي اخوتي، بعد ما خليت واحد شويه لان كانوا في الكونجيلاتور، صافي نشد فيه هكا وبقى نطلع ونهبط هكا ونحس به تفك. صافي نحيد شكيف جا. هذه هي الطريقه، تكع عليه هكا طلع وهبط، نحس به الترخف ما بقاش في الكاس. صافي تعلي الكاس، الا حس به مازال ما هوتش من الكاس ما تحيدوش بالزربه. بالنسبه اللي ما بغاش اخوتي يخليه هكا يديرو في الطباسه، يخليه في شي كاس هكا الا كان شي كاس مديكوري زوين حتى هو اجي زوين. صافي اخوتي هاد الطريقه، شوفي جات الوريضه. عجربها اخوتي اجي زوين. صافي اخوتي، عندي هنا شكله ذهب رميسي. المهم تزيين اخوتي اختياري اللي متوفر عندكم. المهم انا هذيك عندي متوفر ان شاء الله، غادي نديرو في الجناب. كتعرفوا الدراري الصلاة نبيع عليهم عجبهم حاجة فيها الشوكولا اديرال. انا سايبو ولدي توا ماشي يوزني منه الصلاة نبيع عليهم. الله يعاوننا على وليداتنا كاملين، لا يحرم شي مسلم وليداتو اللي ما عندوش، الله يسهل عليه ان شاء الله يا ربي باش يهضروا مدن. صافي اخوتي نكمل هذه الطريقه هكا في الجناب. المهم عاد ديروا صبعكم وتحطوه الصق بلا حتى شي حاجه. صافي هكا تبع جناب جناب جناب. صافي اخوتي مستمروا في الطريق ان شاء الله. شكون قلت لكم اخوتي البياض جا متماسك. المهم لي ما عندوش شاصيه من الاحسن يجيب شوكولاته مرصوات، اجي متمسكه احسن ان شاء الله، لانك تعرفوا دابا مع الحجر الصحي الله يحيد علينا الوباء. يعني صافي كان ودنا يعني تسدوا الحوانت، ما يمكن لكش تخرج ولا ما عندكش اصلا من تجيبو. صافي سدوا الحوانت ما يمكن لكش تخرج. صافي تقضي باش ما كان خصك يا اما تجيب ديك الشيء بكري، يا اما دير من ناقص من الحاجه لا بغيت تسيبها. ما تسيب الحاجه خصك تضرب لها الف حساب، ماشي بحال ملي كان الدنيا هانيه كنا حتى لاخر لحظه باش تجيب الحاجه من الحانوت. والله يحيد علينا الوباء ان شاء الله، الله يتقبل منا ومنكم صيامكم ان شاء الله يا ربي. المهم اخوتي صافي انا ساليت، راه عاود عندي واحد شويه شوكولاته بياض وكحل، هذا اللي تسيبو في الكيك وبانكيك وكب كيك. المهم نحطو هكا البياض نحطو بجهة الكحل، والكحل نحطو جهة البياض هكا. المهم نبدلو الديكور. المهم اخوتي انا قلت لكم اللي عنده النواي يسيب له عنده كاوكاو، او اللي عنده سميتو اللي ما عنده يبغي زوج لان، واللي ما عنده حتى حاجه متوفره صافي يديرها هكا حتى هو شكله يجي زوين. صافي اخوتي نستمر على الطريق ان شاء الله، لانك تعرفوا العين هذاك قبل الفم. صافي المهم نبدل الديكور. صافي الدراري كافصلان بكل مره شنو خصها دير لهم. صافي اخوتي هادي نسيت باش ما نحط بجهة البياض حطها في الكحل. لا اله الا الله محمد رسول الله.
المهم اخوتي نحاول نكحسو شويه هكا كتعرفوا صافي الصق وصافي اخوتي هذه هي التحليه ديالنا. نتمنى ان شاء الله تجربوها ان شاء الله باذن الله تجي شكلا ومذاقا ان شاء الله. غير جربوها اخوتي ان شاء الله باذن الله وردوا عليا في الكومنتير قولوا كيف جاتكم. يا الله اخوتي مع الفيديو المقبل ان شاء الله. شكي جات اخوتي جات زوينه شكي ديالها غير جربوها ان شاء الله وردوا لي. يا الله اخوتي مع الفيديو المقبل ان شاء الله باذن واحد الاحد. مع السلامه.